صعبة صح؟ تعالوا نشوف ماسكة النهاردة هي فعلا ما تمشيش مع اي جسم، ولا هي اصلا ملهاش علاقة بقوة جسمك. يلا نشوف الفيديو واحكموا انتوا. مساء الفل. بالوافل عندك بكام؟ من غير فلوس حبيبي، بس بعد الفطار بقى. كل سنة طيب. انا اسمي مين عادل، انا بعمل محتوى رياضي على السوشيال ميديا. دي كانت حلقات تعليميه للدفاع عن النفس، غرضها يعني ان احنا بنعمل نشر ثقافه الدفاع عن النفس في مجتمعنا، نعلمها لاولادنا الصغيرين لاخواتنا. بس احنا قررنا في رمضان بقى نعمل حاجه جديده للناس شويه، ان احنا ننزل نجرب الحاجات دي مع الناس في الشارع. تمام. هسالك على ماسكه كده نجربها مع بعض، وقول لي دي تمشي مع اي جسم ولا مش اي جسم ممكن يمشي معاها. تمام. عارف انت ماسكه التشبيكه دي؟ الماسكه دي سخيفه قوي. ايوه اتمسكتها قبل كده؟ اتمسكتها. تعرف تخرج منها لو اتمسكت جامد؟ بحاول، مش اي حد بيعرف يمسكها. بس لكن انت تخرج منها بسهوله؟ لا لا صعب. طب انا هقول لك ازاي تخرج منها النهارده. بص تعالى كده امسكها لي. بص وانت ماسك وهو ممسوك كده اهو. اول حاجه احنا كنا قلنا قبل كده يا شباب في البيوت، ركزوا معانا، ان انا بخلي رقبتي متسيفه واقفه كده. انشف جامد جامد جامد. بص مهما تنشف، بص انا عامل ايه، انا مسيف رقبتي. بعمل ايه؟ بخش بكل قوه ايدي على اي صباع وبضغط عليه بالشكل ده كده اهو. تمام. طب حاول تمسكها تاني كده. تمام. بتخش بكل قوه ايدك على اي صباع. سهله. ليه علاقه بالجسم؟ لا. لو انت كنت شفتها في الفيديو كان ممكن تقول الحل ده واقعي يمشي مع اي جسم؟ في فيديو انت تشك فيه، تشك فيها صح؟ لكن هي تعمل معاك على الطبيعه. ايوه فرقت. ايوه طبعا. بس وعد نعلم ولادنا الدفاع عن النفس مش الخناق. ها حبيبي كل سنه طيب وعمرك كريم. لا لا استنى بس حسب صعبة صح؟ طيب تمام. انا اقول لك تخرج منها ازاي بقى. تعالى كده انت امسكها لي. جربوا معانا في البيت بايدي دي، هطلع على اي صباع همسكه بالشكل ده. قرب كده اهو. مجرد ما انا ضغطت كده انا كده خلاص اتحكمت فيه. تعرف تعملها؟ يلا تعالى. بالشكل ده كده. اعملها فيه بقى. تعالى كده امسكها له. الصباع كله وانزل بالظبط كده. سهله؟ سهله. ليه علاقه بالقوه يا شباب؟ يعني لو حد مثلا يعني بودي بيلدينج ومسك نفس المسكه، الصباع ده ليه ما فيهوش عضلات صح؟ ما فيهوش عضلات. ما فيهوش عصب معاك. حتى لو فيه اعصاب بس انت داخل بايدك كلها على الصباع صح؟ اه. وعد ان احنا نعلم ولادنا واخواتنا الصغيرين حاجات زي كده. دفاع عن النفس اي رياضه، مش بنروج للعبه معينه بس بنروج للثقافه نفسها. اهم حاجه ان احنا نستخدمها صح. بالظبط كده، استخدام ايجابي مش سلبي. تمام. كل سنه طيبين، رمضان كريم. بتمنى اكون قدرت افيدكم النهارده ولو بمعلومه بسيطه. وبرضه ما تنساش تكتب لي في الكومنتات حركه النهارده جابت معاك نتيجه ولا لا. بحترمكم جدا واعدكم دايما بالمزيد. اشوفكم على خير.